هي شمندرات كده تحت مستوى سطح الميه، بحيث ان الشمندرات دي بتوصلها بترومبات. حركه الشمندوره بتحرك الترومبه، تضغط الميه، توصل الميه المضغوطه دي الى نوع من التربينات المائيه اللي هي مثلا هنا بلت التربين، وبالتالي بتديني كهرباء بعد كده بوصلها للنتورك بتاعتي. بالنسبه للبايو ماس طبعا ده اشهر واكبر مصدر ريوبل دلوقتي موجود، مكون من النباتات الاخشاب والنباتات والحيوانات الميته، بحيث ان انا بحرقها، اما ان انا بحرقها حرق مباشر بستفيد فيها بالتسخين، او ان انا بحولها مع عمليات التقطير الى وقود. ودي المشكله بقى، لو تحول الى وقود في ديبيت دلوقتي بين الناس بتوع الاغذيه وبين الناس بتوع الطاقه. هل انا اخذ الذره دي احولها الى وقود اشغل بيها العربيات واشغل بيها الطائرات، ولا اخذ الوقود ده اخذ الذره دي اكلها للناس؟ خناقه دلوقتي. هنا حرق الفحم مثلا، طبعا حرق الخشب، طبعا الخشب احد المصادر الرئيسيه. الحرق ده برضه بيديني هواء سخن بشغل بيه تربينات متوصله بجنريتور بتديني كهرباء، او ان انا اضطره استخدم فيه اداره او تشغيل العربيات وتشغيل الطيارات. دي رحله عامل بيها طياره جامبو، بحيث كان نص الوقود اللي في الطياره عباره عن وقود بايوفيبر، وقود حيوي. طبعا رحله زي دي اول رحله اتعملت بوينج 747 طارت من لندن لامستردام، وفي رحله ثانيه برضه من شركه اير نيوزيلاند عملت رحله زي الطياره اللي راينا في الصوره دي. بالنسبه لطاقه الرياح، طاقه الرياح الحقيقه الهيستوري بتاعها جميل جدا. احنا بنرجع لسنه 1700 قبل الميلاد، كان الحضاره البابليه فيها تربينات رياح، طبعا احنا ما كناش عارفين هذا الكلام، وبعدين الحضاره الفارسيه بعد كده، وبعدين اكتشفنا برضو ان هيرو احد العلماء المصريين سنه 100 قبل الميلاد عمل الويند تيربين اللي هي باينه تحت دي، وده كان طبعا سبق العالم كله في هذا النوع من التربينات اللي دي هوريزونتال اكسس. اللي كان قبل كده كان فيرتيكال اكس، يعني محور الدوران راسي، انما دي محور الدوران الافقي. طبعا وعمل برضه الستيم، اللعبه الستيم بتاعته اللي هي اتخذت منها بعد كده محركات الطيارات اللي على الشمال فوق دي. افغانستان برضه سنه 600 ميلاديه كان عندها برضه طاقه رياح، طبعا هنا متعلق حصاير أو مشمع بحيث إن هو يعمل حركة دورانية. بيستخدم في إيه بقى؟ كان بيستخدم في الطحن الغلال. ده برضه في الصين سنة 900. بدأت بقى الطواحين الهواء تظهر بالصورة بتاعتها الحالية في هولندا، في فرنسا وهولندا وبريطانيا 1100 و1100. هولندا بقى في القرن الرابع عشر بدأت تعمل الطواحين المعروفة بتاعتها. ده عباره عن بيت، البيت جواه مطحنه بحيث ان هو الويند ميل بتدور. ده في اسبانيا ويند فارم بقى، بدانا نجمع هذه المصادر الرياح دي، يعني تربينات الرياح نجمعها جنب بعض نعمل لها فارم او مزرعه، بحيث تديني بالاضافه للويند ميل تديني بعد كده طاقه كهربائيه. دلوقتي دخلنا في الميجا وات بقى، بعد ما كان كيلو وات دخلنا في الميجا وات في القرن العشرين. سنة 41 أول واحدة ميجا وات، واحد ميجا وات اتعملت في أمريكا. بعد كده سنة 73 نتيجة أزمة البترول الناس قررت إنها تعمل المود 0 1 و 2 لغاية 5، كانت وصلت 5 ميجا وات. ده شكل التربينات الرياح اللي عملتها الناسا، هورزونتال أكسس مود 0 ومود 1 و 2 و 5. الخمسة اللي هي كانت 87 1987 كانت 5 ميجا وات. أهم حاجة القطر هنا بتاعها كام؟ 97 متر. 97 متر يعني كام؟ يعني حوالي 35 دور، ارتفاع 35 دور. دي نوع ثاني الفيرتيكال اكسس بقى، الداريوس ده اشهر واحده برضه، دي 4 ميجا وات سنه 87، ده نوع ثاني من الفيرتيكال اكسس، محور الدوران الراسي يعني. ده نوع ثالث. اكبر واحده، اكبر دلوقتي تربين رياح موجود في العالم كله، معمول بشركه سيمنز 7 ميجا وات،
القطر بتاعها 126 زي ما قلنا، دي حوالي حاجة 40 دور قطر التربين نفسه. استغلال الرياح بقى موجود من الكسرة في أوروبا وبعد كده في أمريكا الشمالية وآسيا. بالنسبة لمصر بقى، دخلنا لمصر، إيه مصادر الطاقة اللي عندنا؟ مصادر الطاقة اللي عندنا الأويل، البترول، الغاز الطبيعي، الفحم بنسبة صغيرة جدا، طبعا لما هنشوف بعد شوية المغارة اتقفلت، وطاقة الهيدرو أو الطاقة المائية. الرينيوبل لسه في مشاريع موجودة إنما لسه ما خدتش النسبة بتاعتها. بالنسبة بقى للغاز الطبيعي طبعا هو دلوقتي أكبر مصدر للطاقة عندنا. البرودكشن بتاعنا بيزيد بعد 2004 زيادة كبيرة، وفي نفس الوقت بنعمل الاستهلاك بتاعنا، الفرق بين الاستهلاك والإنتاج كبير بحيث إن احنا بنصدر كمية كبيرة. الغاز الطبيعي موجود في البحر المتوسط بس ده نتيجة ان هو اوفشور، فالبيدور عليه شركات اجنبية شيل وبي بي. موجود برضه في الساحل الشمالي، موجود في سيناء. دي شبكة البايب لاينز او نقل الغاز الى سيناء والى شمال الدلتا. برضه دلوقتي كثير من السيارات تم تحويلها الى غاز طبيعي. بنصدر الغاز إلى تركيا وسوريا والأردن، بنصدره في حالة غازية، بنصدر إحنا في حالة سائلة إلى إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. بالنسبة للبترول الحقيقة في عندنا أزمة، واضح إن هو بعد سنة 2008 الاستهلاك بتاعنا أكثر من الإنتاج. فدي مشكلة. طبعا موجود المصدر الأساسي موجود فين؟ البترول، الابار بتاعته موجود في خليج السويس وموجود في الصحراء الغربيه، وذلك في عطاءات. بالنسبه للفحم الحقيقه عندنا كان في منجم المغاره بس هو الحاجه الوحيده اللي موجوده في سيناء، ونتيجه نسبه التلوث العاليه اللي فيه اتقفل. بالنسبة للطاقة النووية احنا الحقيقة يعني في 2010 تم الإعلان عن أول محطة تتم في الضبعة، هتستكمل سنة 2019، وفي خطة لأربع محطات نووية تانية لغاية 2025. بالنسبة للطاقة الجديدة المتجددة الحقيقة عندنا الرياح، فالرياح اللي موجودة البروميسنج اريا هي حوالين برضه خليج السويس. وصلنا احنا في سنة 2009 الى 931 ميجا وات من طاقة الرياح. في مشاريع جديدة لسه بتعمل في جبل الزيت وحوالين النيل. التارجت في سنة 2020 احنا نوصل الى 31 بليون كيلو وات. طبعا اول مشروع كان في راس غارب، الحقيقة واحنا كنا أول كلية هندسة